إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في البث المباشر من حي البرنسي. احنا المركب الثقافي حسن المحلي، يعني شجاعة امرأة مسنة اللي في عمر ديالها 81 سنة جات بوحديتها باش تاخذ التلقيح ديالها. هي دابا في الإجراءات مع مكتب المركب الثقافي حسن المحلي في حي البرنسي مدينة البيضاء. هذه هي القاعة فين غادي يقوموا اللقاح المواطنين والمواطنات المغاربة. إذن مشاهدينا الكرام، احنا مازال في مركز الثقافي حسن المحلي. هذا مش